السلام عليكم. أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الاثنين عن تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في البلاد، فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 128,186 إصابة، كما ارتفع ضحايا الفيروس في البلاد إلى 6,424 بعد تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع، كما دعت الوزارة للحفاظ على صحة الكبار في السن بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم أمراض مزمنة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر.